أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سادت أحوال جوية غير مستقرة في مناطق واسعة من المملكة، يتوقع أن تستمر تأثيرات الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الساعات القادمة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تكون الأحوال الجوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار، 24 درجة مئوية ملموسة حوالي 23، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون سيء. التوقعات الجوية لعموم مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تكون الأجواء مستقرة بشكل عام، سكاكا 34 ل 23، نفس الحرارة تقريبا في عرعر، وتبوك أيضا أجواء صافية 34 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 40 إلى 28، جدة 34 إلى 27، مكة المكرمة أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 40 إلى 27، والطائف 27 إلى 18 مع زخات رعدية من الأمطار. المنطقة الجنوبية الغربية ستكون الأكثر تأثرا بالأحوال الجوية غير المستقرة، أبها زخات رعدية من الأمطار 23 إلى 15، الباحة 23 إلى 15 أيضا، وجزان فرصة لزخات رعدية من الأمطار مع 35 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أيضا تتأثر بالأحوال الجوية غير المستقرة، الدمام زخات رعدية من الأمطار 37 إلى 24، حفر الباطن 39 إلى 22، والإحساء 41 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض زخات رعدية من الأمطار 38 إلى 24، بريدة 36 إلى 23، وحائل غيوم متفرقة 33 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.